زي كل يوم لسه صاحي من النوم، برد على التعليقات وكمان بشرب شاي. اتفضل. المهم لقيت تعليق مصيبة، مصيبة لها علاقة بالشورتز، الفيديوهات القصيرة. منشئ المحتوى اللي قدامي بيفكر في النجاح، هو عاوز ينجح فبيعمل كل حاجة علشان ينجح. ممكن وانت بتحاول تعمل حاجات كتير جدا علشان تنجح وتبذل اقصى مجهود، ممكن يكون المجهود ده في المكان الخاطئ يا صديقي. تعالوا مع بعض نقرا الكومنت. يا متوحد، انا احط يوميا 10 فيديوهات شورتز وقناتي ما تجيبش مشاهدات، ايه السبب من فضلك؟ عايز اقول لحضرتك الكلام ده لو كان من سنتين 2020 اول ما ظهرت الفيديوهات القصيرة، كنت اضمن لحضرتك نجاح 10 فيديوهات. ولكن مؤخرا الوضع اتغير خالص يا صديقي، علشان كده بطلب من حضرتك 6 امور لازم تركز عليهم وانت بتنشئ فيديوهات قصيرة. ولسه كمان هدخل اديك نصيحة في محتواك علشان ما تقعدش 90 يوم و120 يوم من غير ما تفعل ربح، لان محتواك عليه نقطة اكس حمراء. تعال معايا بس الاول نفهم ايه هي الـ6 نصايح. رقم 1، وانت مغمض عينيك في اي محتوى على اليوتيوب، قصير، طويل، عريض، تخين، سمين، رفيع، مازو، مظهر، اي حاجة من الحاجات دي، الاستمرارية. اللي انت زهقت مني من كتر ما بقولها لك، لازم تستمر. رقم 2، نوعية الفيديوهات القصيرة اللي حضرتك بتقدمها، هل هي مناسبة ان هي تكون فيديوهات قصيرة ولا لا؟ هل بتهتم باول 3 ثواني؟ هل مجريات الامور، السرعة، السبيد، توصيل المعلومة بسهولة بس؟ هل حضرتك فكرت في نوعية الفيديوهات اللي انت بتقدمها، ولا مجرد بنات بتظهر وحركات بتتنطط والحاجات دي وانت عاوز تجيب بيها مشاهدات، فمشاهداتك هنا هتكون مؤقتة على فيديوهات صغيرة؟ يعني لو عندك 100 فيديو هتلاقي 4 5 فيديوهات بس اللي بتطلع. فرقم 2 النوعية. رقم 3 انك تحط خطة في قناتك. يعني ايه خطة؟ انا بسمع الخطة دي وعايز اشوفها قدامي. الخطة ان انا يوميا ما نزلش اكتر من 2 شورتز، ودي نصيحة 2023. ما تأفورش في تنزيل الفيديوهات القصيرة، لان اليوتيوب بيعتبر القناة كده سبام. لو ما جابتش مشاهدات للأسف الشديد القناة مش هتطلع غير بترندات. علشان كده بنصح حضرتك انك ما تأفورش في الفيديوهات القصيرة، وحط خطة. مثلا فيديو ساعة واحدة، الفيديو التاني الساعة 9 بالليل وخلاص. ما ينفعش انزل في قناة على اليوتيوب احط فيها 10 فيديوهات واقول لي ما بنجحش. كده انت بتأفور، اليوتيوب يحس ان قناتك سبام. فحاول على قد ما تقدر انك تحط خطة. رقم 4، انك تهتم بنسبة كبيرة جدا بالموسيقى الرائجة، وحاول على قد ما تقدر تاخد منها ثواني معدودة في بداية الفيديو، وما تكترش عشان ما تاخدش كوبي رايت. الموضوع ده ما فيهوش هزار، في منشئين محتوى كتير جدا بيستغلوا المونتاج اللي هو رقم 5، المونتاج القوي جدا للفيديوهات القصيرة، سواء باستخدام صوت وميوزك وباك ميوزك ومؤثرات صوتية على الفيديوهات القصيرة، يتعب على الفيديو القصير اكتر بكتير جدا ما يتعب على الفيديو الطويل. علشان كده بنصحك نصيحة اخوية انك تحاول على قد ما تقدر تتعلم المونتاج، وده لسه هتكلم عنه وانا بعمل فيديوهات قصيرة الفترة اللي جاية ان شاء الله بالتفصيل. رقم 6، الافكار. يعني حاول على قد ما تقدر تربط بين فيديو واخر والتاني والتالت. يعني انا النهاردة بعمل لك الشاي، تجربته حلوة يا جماعة، بس اكتب لي في الكومنتات انتوا عايزين الجزء التاني بتكلم عن ايه. انا بتكلم النهاردة عن موبايل، الموبايل ده الموبايل ده الافضل يا جماعة. لو هنتكلم على الموبايل المرة الجاية نتكلم عن موبايل ايه. حاول على قد ما تقدر تستثير المشاهد بكومنتات، لانك لو جيت بصيت كل الرائج في الشورتز كومنتات، نقد، شتيمة،
اي حاجه، المهم كومنتات. حاول تخلي المشاهد يتفاعل معاك سواء بالايجاب او بالسلب زي ما حضرتك عايز، ولكن انصحك انك تكون بالايجاب، ودي حاجات مهمه جدا لازم تركز عليها. انا لما جيت رديت على السؤال ده، السؤال ده رديت على الجميع، لكن نصيحتي ليكي انت الخاصه، هذا المحتوى لا يحقق ربح على اليوتيوب، هذا المحتوى لا يحقق اي نجاح على اليوتيوب، هذا المحتوى محتوى معاد استخدامه بنسبه 100%. كل الكلام ده مش ملك ليكي، ما ينفعش ان حضرتك تروحي تجيبي فيديوهات من التيك توك والفيسبوك واي مكان تاني خالص من اجل الحصول على مشاهدات داخل اليوتيوب وتحققي منها ربح. لا يوجد ربح على هذا المحتوى، وللاسف الشديد القوانين الصارمه السابقه اللي نزلت شهر 6 بتتكلم عن ان حضرتك لو خدتي محتوى معاد استخدامه اول مره، تاني مره هتقدمي بعد 90 يوم، وانا بصراحه خايف عليكي جدا. اول مره مجانيه طبعا هيديكي 30 يوم تقدمي اول مره، لو اول مره بقى اترفضتي بعد الرفض الاولاني اول مره، الرفض التاني 90 يوم. متخيله؟ متخيله مش متخيله؟ يعني انت هتقعدي 30 يوم، يعني سنه تعملي محتوى، تقدمي، اترفضتي 30 يوم تعالجي اخطائك، تقدمت اترفضتي 90 يوم بقى. انتكاسه، والله انتكاسه، فخاف على نفسك. شكرا للجميع، كان معاكم المرجع الاول لمنشئ المحتوى على اليوتيوب، اللي حابب يوضح لك ادق التفاصيل، وشكرا.